لسه مكملين معاكم فقراتنا، وزي ما قلنا في البدايه من بعد الثوره لحد النهارده واحنا بنتكلم كتير جدا عن الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجيه، بس الاسبوعين اللي فاتوا بشكل خاص اتكلمنا عنهم بطريقه مكثفه اكتر. كان في اعتصام في وزاره الماليه، كان في اعتصام في النقابه المستقله للعاملين بنيابات والمحاكم، كان في قبلها اعتصام هويس اسنا واعتصام في دمياط وفي عده محافظات، في قطع طرق، في قطع وسائل مواصلات، يعني كلها كده نقدر نقول عليها وقف حال. كان في وقف حال في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. اي اعتصام عشان يقوم لازم يكون في منه هدف. محدش ضد الاعتصامات، الاعتصامات شيء مشروع في العالم كله. اكيد الناس اللي نزلت وقفت من بيوتها ونزلت في الشارع اكيد هي محتاجه حاجه ومحتاجه ان حد يستجيب ليها، احنا مش ضدها. بس في الوقت اللي احنا فيه ده، في الوقت في الظرف اللي مصر بتمر بيه سواء امنيا او اقتصاديا، هل الاعتصامات دي هي الحل؟ هل الاعتصامات دي هي اللي هتجيب للناس حقوقها؟ الاعتصامات دي بتاثر على اي جهه تانية غير المعتصمين ولا لا؟ نعرف بقى راي الدين فيها. نبعد احنا شويه عن السياسه ونعرف راي الدين. النهارده معانا الشيخ عبد الحميد الجوهري امام وخطيب وزاره الاوقاف، هيكلمنا اكتر عن الاعتصامات. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. السلام عليكم. صباح الخير يا فضيله الشيخ. صباح الفل. زي ما قلنا الفتره اللي فاتت شفنا العديد من الاعتصامات وقطع الطرق والحاجات دي كلها، عايزين نعرف زي ما مي قالت راي الدين فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المهمة الأساسية التي من أجلها خلق الله تعالى الإنسان هي عبادة الله عز وجل، والأمر الثاني عمارة الكون، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأي شيء إنما يحول دون أساس هذا الأمر إنما يكون في أمر إما الحرمة وإما الكراهة. ومما لا شك فيه أن الإضراب أو الاحتجاجات أو نحو هذا إنما يعطل مصالح العباد والبلاد، كما يؤثر بالسلب على أمورهم المعيشية وأمورهم الاقتصادية. ولذلك عبر القرآن الكريم بما يسمى بحد الحرابة، وكان الفقهاء أغلبهم يسمون حد الحرابة هو ما يسمى بقطع الطريق، والذي أشار الله إليه في كتابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذه الأيام البلد إنما تستمع إلى دعوات كثيرة من أناس يزعمون لها الإصلاح. لابد للناس أن يميزوا بين أن هذه الدعوات قائمة من أناس إنما يتاجرون بالمبادئ والشعارات، أو بين أناس إنما هذه الأفكار قائمة على مبدأ عقلي ومبدأ متزن ومستقيم. ولذلك قال الشاعر: والناس لا يصلح حياتهم الفوضى، كان يقول إيه في بعض أبيات شعرية: الناس فوضى لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم يرسى على أوتاد، فإن تجمع أوتادا وعمادا وساكن أبلغ الأمر الذي كادوا. لابد للناس أن يميزوا بين هذه الدعوات، إن كانت قائمة على عقل وتتفق مع وجهة نظر الدين فلابد أن ينصاعوا لها، وإن كانت أمور إنما هي تحول دون مصالحهم وتعطل أمورهم ومعيشتهم وتتنافى مع أمر دينهم لابد أن لا ينصاعوا لها ولا يلتفتوا إليها مطلقا. نميز ازاي؟ يعني دلوقتي في عدد من الناس عندهم مطالب احنا بنسميها مطالب فئويه، هي مش مطالب فئويه، في مطالب فئويه وفي مطالب عامه، ولكن في الحالتين احيانا بتبقى ملحه. في واحد مش يعني هو مش نازل يعتصم عشان هو قصد يكون فوضوي قد ما هو نازل يعتصم عشان هو محتاج. والله نميز ازاي؟ اي بلد انما تمر بثلاث مراحل: ماض وحاضر ومستقبل. الماض لا بد للناس ألا يقيموا فيه كثيرا، فإذا قاموا فيه كثيرا فإنما لا تعد سياستهم إلا أن تكون سياسة البكاء على اللبن المسكوب، ويبكون على أطلال هذا الماضي ولا يقدمون لأنفسهم شيئا، ثم يصدمون أنهم أمام أزمة يحتاجون فيها إلى مؤازرة هذا وإلى ذاك، ولن يجدوا أحدا يقف بجانبه لأنهم لن يقوموا بأنفسهم بشيء، فضلا أن أنهم يؤدوا ما كان عليهم من حقوق لهذه الدول التي تقف بجانبهم.
ثم هناك أمور مستقبلية، يعني مستقبل البلد كيف سيكون. للأسف هناك أناس إنما لا ترضى بالواقع القائم، فتتصور بعقولها بعض الأفكار وبعض الأوهام على أساس أنها تكون مخرجا للخروج من هذه الأزمة. ولذلك القرآن الكريم كان بيتكلم في مسألة ما تسمى بعقدة العمل الغائب. جماعة ما يقدروش يصبروا على هذا الوضع أو الواقع الذي نعيشه، فيضطرون إلى بعض الدعوات الحماسية التي يظنون أن فيها إنما المخرج. القرآن ذكر مثل في بني إسرائيل وذكر مثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قوم لم يصبروا على ما هم فيه، وبلغت بهم الحماسة مبلغا عظيما، وظنوا أن ما هم عليه إنما هو الحقيقة، ولا بد أن نواجه أولئك الذين على الباطل. أراد نبيهم أن يستشعر صدق هذا المعتقد وصدق هذه الحماسة. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. لكن لما حلت ساعة الجد سرعان ما صارت كدعوة زي جبال الجليد حينما تصطدم بنار الحقيقة، سرعان ما تذوب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: والله عليم بالظالمين. الحال هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الإلهية لم تقتضي بعد أن المسلمين إنما يحاربون أو يدخلوا في عراق، وبعض الصحابة بترى إنهم في حالة من يعني الظلم والاضطهاد، ولا بد أن يبذلوا بأنفسهم ويعملوا السيف في رقاب الأعداء. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أمرهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، كل متاع الدنيا قليل. الناس إنما لم تنصهر تجاربهم بعد، لم يكونوا في حالة حسية فكرية إنما تستدعي لهم رؤية واضحة للواقع. فلذلك كان بتثبت أحداث التاريخ والواقع إن أكثر الناس حماسة هم أكثر الناس هروبا حينما تحل ساعة الجد، لأن أفكارهم هذه كانت ليست عن شجاعة وليست عن إصرار، إنما كانت نتيجة لعدم احتمالهم للواقع الذي يعيشون فيه. هم بيتكلموا بس وبيخلوا الناس تصور، وبعدين هم ويبقاش وقت الجد ما تلاقيهوش. تعالى بقى أنت الذي قدت وغيرت وعملت، ضع حلولا وضع أمورا إنما ننفذ بها من هذه الواقعة ومن هذه الآفة التي نحيا فيها، فلا تجده أمام هذا الموقف. تمام. الخطاب الديني وخطبة الجمعة أكيد ليها دور كبير جدا في توعية الناس، وأكيد في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ليها دور برضو إن هي توعي الناس بأهمية العمل وعدم قطع الطرق وعدم الاحتجاجات بالصورة اللي احنا شايفينها في الفترة دي. هل في رسالة معينة بتوجهها وزارة الأوقاف في الوقت اللي احنا فيه ده؟ والله هذا مما لا شك فيه إن الوزارة لها دور هام في ناحية الدعوة وفي ناحية التوعية الدينية بالنسبة للناس، ولكن الوضع الحالي إنما يثبت أن هناك اختلافا كثيرا في رؤوس المتحدثين، من يغير هذا الفكر ومن يناصر هذا الفكر. والوزارة شأنها لا تستطيع أن تضع حاجزا على ألسنة الناس، إنما تضع أقيسة أو بعض القواعد الكلية ثم يند البعض عنها وربما يقوم البعض مش بها. هو الخطاب المفروض أن وزارة الأوقاف بتشرف على الخطاب يوم الجمعة؟ هو هذا الإشراف ليس أساس، يعني الوزارة بتضع أمور كلية، والله تكون بيعطي معالي السيد الوزير أو القائمين على أمر الدعوة بعض الإرشادات. أخوانا هذه الأيام لابد أن نتحدث في مسألة تفعيل العمل ونحو هذا، لكن هذا ليس إلزاميا. تلاقيش مثلا اللي يتكلم فيه براحته واللي ما يتكلمش يعني خلاص. عادة الخطابة في مصر إنما يكون لها حرية الكلام بالنسبة للخطيب، لكن لابد للمتحدث أن يكون ذا عقل وذا لب رشيد لما يحدث. لماذا لا تكون الدعوة في هذه الأيام إلى مسألة تفعيل العمل؟
لماذا لا نحل عقدة العمل الغائب؟ الإسلام لم يكن في يوم من الأيام يحجر على الإنسان أن يعمل في أي وقت إلا في ساعة الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بعدما تنتهي الصلاة ماذا يكون الأمر؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ذلك كان عراك بن مالك حينما يخرج من المصلى أو المسجد الذي يصلي فيه يقول: اللهم إني أجبت فريضتك وسمعت دعوتك وأديت دعوتك فارزقني وأنت خير الرازقين. لذلك الإسلام بينظر إلى العمل أطيب كسب يأكله المرء، إنما يكون نتيجة كسبه، نتيجة تعبه وعمله. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال هذا الكلام: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. كل هذه الثمرات وكل هذه النعم إنما بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي تفضل الله تعالى عليهم بها، وهو ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، نتيجة عملهم، نتيجة تعبهم، نتيجة ثمرة كدحهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور. لأجل الإسلام إنما يسوي بين الجهاد في سبيل الله ويسوي أيضا بين العمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. المفسرين قالوا أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الساعين على كسبهم لأنفسهم ولأولادهم وبين المجاهدين في سبيل الله. ولذلك عندنا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموعة من أصحابه، فمر رجلا رأوا من نشاطه وجلده وحماسه فقالوا: ما أعظم هذا لو كان في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج على أولاد صغار له فهو في سبيل الله، ولو خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ولو خرج في غير ذلك أو خرج في سبيل أو خرج مراءة فهو في سبيل الشيطان. العمل هذا إنما أمر لابد أن ينوه عليه، ولابد أن يكون مثار الخطاب الديني في الأمور القادمة وفي الأزمنة التي نحيا فيها لا سيما في هذا الوقت الحاضر. صحيح. خلينا برضه عشان نوضح للناس، احنا بنتكلم على الاعتصام الوقتي مش عدم الرغبة في العمل بشكل عام. فحضرتك اتكلمت عليه على انه شيء يعني مكروه دينيا. طبعا. احيانا بنشوف رجال الدين مشاركين في الاعتصامات والاضرابات الموجودة في الشارع، سواء بينتموا للأزهر الشريف او لدار الافتاء او لوزارة الاوقاف، وبنبقى عارفينهم ويبقوا موجودين يعني في وسطنا بالزي الازهري يعني. هل في اعتصام اقدر اقول عليه ان ده اعتصام مشروع واعتصام اخر ما اقدرش اقول عليه انه مشروع؟ والله هو هذا انما يرجع الى اصل الفكره والى اصل المبدا الذي خرجوا من اجله. اذا كان هذا الامر يخرج الى مطالب مشروعه ومطالب لها يعني وجاهتها، وانما تتوقف حال امور الناس عليها، مما لا شك فيه ان هذا سيكون امرا مشروعا، اذ ان مصلحه الناس مخوله بهذا الامر. اما اذا كان يتوقف على هذا الأمر مفاسد وأمور تلحق بالبلاد والعباد، فما لا شك فيه أن الإسلام إنما يحجر على مثل هذا. ولذلك قاعدة الإسلام كانت مبنية على أساس المصلحة، جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب إيه؟ المصلحة. ممكن نحن نخرج، لكن زي مسألة خروج المحاكم واعتصامات المحاكم ونحو هذا. طيب، الدولة مضت ما يقرب من 4 أشهر في المحاكم في انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، ومصالح العباد معطلة. حينما يذهب المرء لأمر قضية ما ربما يكون مظلوما، من يعاجله بحقه، من يعطي له حقه، ربما يكون مسكون في حالة مثلا يود منها الخروج أو انتهت مدة بقائه في التهمة التي فيها وسيخرج إلى الناس. كل هذه الأمور إنما يتعطل بها مصالح العباد والبلاد. حينما لا يجد الإنسان السلطة أو الهيئة المخولة بجلب المصالح له أو بدفع المظالم عنه، ما الذي سيؤول إليه؟ سيؤول أمره إلى أنه
سيقوم بأداء حقه بنفسه، وهو الذي يتولى أمره. وبعد ذلك بقى ما نعيش ونرجع نقول ليه مسألة الطار، وليه الواحد يقتل بدل قصاده 10، وليه مش، لأن الناس تفقد الثقة في الهيئة التي تقوم به، لا تجد هيئة. الراجل يذهب للمحكمة، لا القاضي موجود، ده مش عارف ايه موجود. طيب كل هذه الأمور ستعطل مصالح العباد والبلاد حين ذلك، إنما سيترتب عليها أمورا هي في غاية الخطورة. فلذلك إنما مسألة جواز الإضرابات أو جواز الاعتصامات إنما رأسها على رأس مسألة المصلحة، إن كانت هذه ستجلب مصلحة للناس ولا يترتب عليها أمورا مفسدة فلا بأس. أما إذا كانت الأمور التي تترتب عليها مفاسد وإن كانت تبدو فيها مصلحة ولو ظاهرية، ما لا شك فيه أنها ممتنعة، وأن هذا الأمر لا يشجع الإسلام، بل إن الإسلام يحجر عليه. بقينا بنشوف دلوقتي حاجات ما كانتش موجودة زمان في خطبة الجمعة وأثناء اعتلاء الشيخ المنبر. بنشوف الناس بتقاطع الشيخ وبتسأل وبتتكلم معاه، يعني مع الشيخ، هل ده من الناحية الدينية مباح؟ وليه انتشرت الظاهرة دي دلوقتي؟ والله في هذا الأمر يعني دعونا نتفق أن هناك انفلات أخلاقي عند كثير من الناس، والناس إنما مسائل مفاهيمهم في هذا الوقت ليست مضبوطة ضبطا كليا حتى تميز بين الرديء منهم وبين الصحيح وبين السقيم ونحو هذا. مما لا شك فيه أن الخطيب حينما يقف في مكان النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحترم، ولابد أن تعز مكانته، ولابد أن يسمع، وإن كان هناك أمرا إنما يحتاج إلى مراجعة أو إلى مناقشة، إنما لا يكون في مسألة العلانية.